تخسر. مالك النهاردة حالك مش عاجبني؟ ده تاني دور تخسره. ما انت شايف حظ وحش في الدنيا وفي اللعبة كمان. ومين قالك بقى ان الدنيا واللعبة دي حاجتين؟ بالعكس دي حاجة واحدة، لان الدنيا دي زي اللعبة بالظبط، ماشية بقواعد لو نفذتها هترتاح. القاعدة الاولى، ما تربطش فرحتك بالناس علشان الناس واطية. اتنين، امسك في تلاتة، حد بيسأل عليك من غير مصلحة، وحد بيقف جنبك من غير ما تطلب، وحد بتروح له متضايق ترجع مبسوط. تلاتة، ما تاخدش رأي بنت في بنت زيها. اربعة، اتقي شر الطيب لما يقفش، والاخ لما يفتن، والوطي لما ينضف، والصاحب لما يفضح. خمسة، غالبا اللي بيوحشوك تلاتة، حد صعب تقول له وحشتني، وحد مبقاش ينفع تقول له وحشتني، وحد خسرها في كلمة وحشتني. ستة، احسن حاجة في المشاكل والازمات اللي بتحصل لك في حياتك بتعرفك مين ضدك ومين ضدك قوي. سبعة، ودي القاعدة الاخيرة، اللي يسيبك ويرجع لك من تاني حرام عليك تكسر بخاطره، اكسر دماغه. وده الكومي اللي بيقش كله، ها تلعب تاني، العب دور كمان.